أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قامة إسلامية معروفة، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. سأتكلم إجمالا عن مقتله واستشهاده، ثم نتكلم عن كيفية فهم هذا الأمر من طريق القرآن. علي رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان، ثم خرج من المدينة إلى الكوفة وجعلها دار إمرته، ثم وقع ما وقع بينه وبين أهل الشام، ثم طلب منه التحكيم فقبل، ثم التحكيم لم يتم، يعني لم يصطلح الحكمان على شيء مرضي. فلما قبل التحكيم خرج عليه قوم ممن كانوا معه، عرفوا تاريخيا بالخوارج، فلما خرجوا عليه حاربوه، وكان يأبى أن يقاتلهم حتى يبدأوه فبدأوه، فانتهى أمرهم إلى أنهم عزموا على قتله وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فكان ممن اختير لقتل علي بن أبي طالب رجل اسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وهذا الرجل في أول نشأته حفظ القرآن وقرأه على يد معاذ بن جبل، وبعثه عمر بن الخطاب إلى مصر يعلم الناس القرآن والفقه، وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يجعل بيت عبد الرحمن بن ملجم قريبا من المسجد حتى يعلم الناس القرآن، فوسع له أمير مصر عمرو بن العاص داره حتى يسكنها. ثم كان مع علي في صفين، فلما قبل علي التحكيم لم يرضى وخرج على علي في جملة من أتباعه. ثم إنه وأمير المؤمنين رضي الله عنه خارج في صلاة الفجر في 17 من رمضان على أشهر الروايات يوم المسجد، يعني يريد المسجد، ضربه بسيفه، وكان رجلا فاتكا، فحمل أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى بيته، فجمع له أطباء العصر آنذاك ممن يحسن الطب، وكان فيهم رجل يقال له أثير ابن عمرو السكوني، وقيل إنه كان يتطبب عند كسرى، أي بعلم الطب آنذاك كان مبرزا ظاهرا. فعمد أثير إلى رئة شاة لتوها مذبوحة، رئة شاة لتوها مذبوحة، ثم استل منها عرقا من رئة الشاة، ثم جاء إلى أمير المؤمنين ووضع العرق في جراحه في مكان الضربة. والعرق كما تعلم لين، ليس بالذي يثير الجرح أو يضره، ولتوه أخرجه من رئة شاة، قلت لتوها مذبوحة، ويروى أنه نفخ فيه، ثم بعد ذلك استل العرق كما أدخله من نفس الجرح فوجده أبيض، فلما وجده أبيض علم أن أمير المؤمنين أصيب في دماغه وأن هذا بياض الدماغ، فقال يا أمير المؤمنين أعهد فإنك ميت. فمات أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب بعدها بقليل، كما صدقت رؤية هذا الطبيب أثير بن عمرو السكوني. هذا مجمل ما وقع لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ألا نأتي لقول الله، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أصحاب عبد الرحمن بن ملجم، وهؤلاء أول طائفة سنتكلم عنهم، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فقههم للقرآن فقه عجب، عجب يعني غير مرضي. فهم يأتون إلى آيات أنزلها الله في كفرة مجمع على كفرهم، لا يؤمنون بالله طرفة عين ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون إلى هذه الآيات فينزلونها على أهل الإسلام من بر أو فاجر. فمثلا الله عز وجل يقول إن فرعون علا في الأرض، لكن فرعون الذي علا في الأرض، قد يأتي إنسان مسلم فيعلو في الأرض، قد يأتي إنسان مؤمن بالله يصلي لكن فيه جبروت، لكن الله عز وجل لما قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، لا بد أن تجمع هذا العلو والفرعون إلى قول فرعون نفسه أنا ربكم الأعلى، وقول فرعون عن نفسه لأهل مصر
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فحق العذاب على فرعون، حق النكال على فرعون، لا لي فقط لعلوه، لكن علوه لم يكن علوا دنيويا محضا، وإنما نازع الله عز وجل في ربوبيته، قال أنا ربكم الأعلى، فشتان بينه وبين حاكم قد يظهر في أي عصر، في أي بلد، في أي مكان، في أي وقت، ويكون فيه تجبر على الناس، فهذا ظالم لا يجوز، لكن لا يمكن أن تجعل حاله مثل حال فرعون. أولئك الخوارج يأتون إلى هذه الآيات فيجعلونها على التي أنزلها الله في الكفار، فيجعلونها على أهل الإسلام. ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه عن رجل يقال له ابن شاس المرادي، ممن كان يؤمن بمبدأ عبد الرحمن بن ملجم. لما أراد هذا الرجل ابن شاس يذكر لنا رأيه في قتل عبد الرحمن بن ملجم لعلي بن أبي طالب، قال ونحن قتلنا مالك الخير حيدرا أبا حسن مأمومة فتقطرا، ونحن نزعنا ملكه من نظامه بضربة سيف إذ علا وتجبرا، ونحن كرام في الهياج أعزة إذا الموت بالموت تردى وازدرى، أو كلمة نحوها. فانظر لغياب القرآن هنا كيف فهم هذا الرجل الأمر، يصف علي بن أبي طالب بأنه مستحق للقتل ويقول في منظومته في بيته إذ علا وتجبر، فهو نظر إلى القرآن إن فرعون علا في الأرض لأنه حاكم، فلما رأى أن عليا حاكم ولم يعجبه صنيع علي جعل الاثنين في مقام واحد، فيرى أن نزعهم لعلي رضي الله عنه، نزعهم الملك عن علي وقتلهم لعلي حق لا مرية فيه، إذ علا وتجبر ونحن قتلنا مالك الخير حيدرا، وحيدر اسم من أسماء علي، قال يوم خيبر المفتخرة أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ومعناها الأسد، وأمه اسمها أمه بنت أسد، فاطمة بنت أسد، وكان أبوه غائبا فسمته على اسم أبيها حيدر، فلما جاء أبوه أبو طالب غير اسمه من حيدر إلى علي، فعلي رضي الله عنه في خيبر تذكر هذا فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. هنا يقول ونحن قتلنا مالك الخير حيدرة أبا حسن، هذه كنيته، ومعلوم أن علي رضي الله عنه أرضاه له الحسن والحسين وغيروهما، وأن كنيته أبا الحسن لأن أكبر أبنائه اسمه الحسن. مأمومة، يقول مأمومة الجرح إذا كان في الدماغ وبلغ يسمى مأمومة، وباتفاق الفقهاء ليس مما فيه قصاص لأنه لا يتأتى فيه القصاص، يصعب تحديده. فقال مأمومة فتقطر ونحن نزعنا ملكه من نظامه بضربة سيف إذ علا وتجبر، فهذا الفهم ورد لتغييب القرآن. ثم انظر إلى هذه الأبيات الشعرية، ويمكن لك أن تقيسها على كثير من الفرق المارقة قبل عصرنا أو في عصرنا، ممن يختارون أبياتا لا تبتعد كثيرا عن هذه الأبيات حتى يظن من يسمعهم بادي الرأي أنهم على الحق، وهذا كله عياذا بالله، لأنهم غيبوا القرآن حقا، غيبوا فقه. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجاء الإسلام بحرمة الدماء، حرمة الأعراض، حرمة الأموال، حتى لا يتطاول الناس بعضهم على بعض، وهذا كله غيبه الخوارج السابقون، فعزموا على ما عزموا عليه، وجاءوا إلى رجل في مقام علي رضي الله عنه وأرضاه، نسوا ما خلده القرآن من فضل أولئك الأصحاب. الله يقول محمد رسول الله والذين معه، وعلي أول من كان معه مع الصديق والفاروق وعثمان، والله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويقول ربنا عنهم رضي الله عنهم، ويذكر الله عز وجل وعده لهم بالجنات، وهذا كله غيبه أولئك الخوارج، وأبقوا على آيات ذكرها الله في أئمة الكفر فأنزلوها على مثل علي رضي الله عنه وأرضاه. وما دام قد قبلوا أن ينزلوها على علي فمن باب أولى أن ينزلوها على من هو دون علي، وقطعا لم يكن على وجه الأرض يوم قتل علي أحد أكرم على الله منه، فكيف يكون بعده من هو أكرم على الله منه رضي الله عنه وأرضاه.